قصيدة زنجيرية بعنوان قنديل يا قنديل يا نور العين، هدات لعبد الرحمن قنديل بالدارجة المغربية. قصيدة كما قلنا زنجيرية، قنديل يا قنديل يا نور العين، قنديل في يدي حامل مشعل وغصن شجرة الزيتون باش ينور طريقنا في ظلام الليل الهايك. من ديك الزيتونة صنع قلم بيكتب تاريخ بمداد من ذهب الملصع، كتب وقال: أنا فارس الشاوية، أنا القلعة الزرقاء، أنا فريق النهضة الريادية الستاتية، نون نهضة، راء ريادية، سين ستاتية. في 46 بدات الحكاية، 69 كأس الفضية الغالية كأس العرش فرحت بها كل شاود، 70 زدت فرحتهم بلقب البطولة الوطنية، 71 زينت ألقابي ببطولة شمال إفريقيا والمغرب العربي. عبد الرحمن قنديل بدأ ورسم على المستطيل الأخضر أجمل اللوحات الفنية وللجماهير المغربية بصفة عامة وخاصة ستاتية هداها. سير السي عبد الرحمن قندير، ربي معاك، الله يشافيك ويرفع مقامك. هذه كلمات بساط مني انا عبد الرحيم السودادي لنجم كرة القدم الستاتية. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في المباشر من ستات. في إطار ربط الماضي بالحاضر، جمعية مساندي فريق النهضة الريادية الستاتية بيت اللاعب السابق سي عبد الرحمن قنديل، يعني واحد اللحظة ديال الاحتفاء واللحظة ديال التكريم لهذا اللاعب السابق اللي هو سي عبد الرحمن قنديل اللي كان مدافع أيمن فريق النهضة الريادية الستاتية. شي كلمة في حق سي عبد الرحمن من الإخوان ومن تفضلوا. هذا سي رشيد، كلمة في حق سي رشيد البصري، رئيس جمعية مساندي فريق النهضة الريادية الستاتية. تفضل سي رشيد. اولا كنشكروا العائله ديال سي عبد الرحمن قنديل اللي فتحوا لنا البيت ديالهم للزياره باش نزوروا سي عبد الرحمن قنديل. وما ادراك ما سي عبد الرحمن قنديل، هاد الشخصيه الرياديه اللي قدمت الكثير من هذا الستاتيه في اوج العطاء ديالها في سنوات اواخر الستينات والسبعينات، وامثال هاد اللاعب سي عبد الرحمن اللي بكل صراحه اللي انا كنشد بها، يدخلوا الستات للتاريخ ومع الاسف ما خداوش حقهم. بكل صراحه زعما في ظلم كبير على مدينه الستات، لان هذا الفريق وهذه المجموعه اللي عطات هذه الالقاب لهذه المدينه زعما شيء غريب مع قله الامكانيات، ولكن كانت عندهم الروح الرياديه والروح ديال الحب القميص ديال المدينه. وهاد الناس وهاد الامور هذه ما بقيناش كنشوفوها حاليا. دابا كاين الامكانيات ولكن يحب المدينه وحب اسمه كل شيء ما كاينش، عكس هاد الناس هادو. زعما هاد الناس بكل صراحه ما يخلص مع الله، وحنا كجمعيه مساندين النهضه الريادية الستاتية من الاهداف ديالنا وهو نقوموا باحياء الماضي وناخذ داك الشعار كيقول لك الاصاله والمعاصره. الاصاله وهي حيوا دوك الناس، ما نكرهمش، ما نبينوش لهم بان مره ما تنساو، لان مره ما كاينينش. بالعكس هاد الناس باقين في قلوبنا حنا كستاتيين، وما كنكروش داكشي اللي قدموا وفرحونا بمعنى الكلمه. قول صراحه ما يخلصوا مع الله، وانا بدوري بنيابه باسمي وبنيابه على اخوان ديال المجموعه والحضور، كنتمناو للسي عبد الرحمن قنديل الصحه والسلامه والعافيه، وكذلك السي عبد الرحمن الكوشي اللي قمنا بالزياره ديالو الاسبوع اللي فات، وسي دريس بن علي، وباقي ان شاء الله العاطي يعطي، وباقي زياره ميمونه نشوفوا الناس في صحه جيده، والله يعطيهم صحيحتهم والله يطول عمرهم. مره اخرى كنشكر العائله ديال سي قنديل اللي فتحوا لنا البيت ديالهم وحسن الاستقبال والترحيب، والله يجازيهم بخير وشكرا. سي بن علي
السلام عليكم ورحمة الله الإخوان جمعية الأمصار النهضة الرياضية الصوتية مساعد من النهضة الصوتية وكنشكر الإخوان وحنا دابا جينا عند الأخ ديالنا السي قندير عبد الرحمن الكوشي وكنشكر السي هشام البصري وهشام الزاكي. المهم حنا دابا بغينا نشوفوا الإخوان شناهم دابا فرحان القلب ديالنا الأبيض هما القلب ديالهم تا هما أبيض وجاكي كيتابعوا الفريق وكيتبعوا اللعبة القدماء وحنا فرحانين بهم هادشي اللي هو السي عبد الرحمن القنديل راه الاخ ديالي وكلشي ونهرسنا وعطينا البطولة عطينا كأس المغرب العربي عطينا كأس محمد الخامس عطينا كأس العرش مع قنيطة. والمهم حنا فرحان نهار كبير عند الله سبحانه وتعالى وهاد الناس اللي جاو الله اللي كيخلصهم سبحانه وتعالى هادشي اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر الجميع على هذه البادرة الطيبة اللي قامت بها على حساب تكريم ديال السي عبد الرحمن قندير غاني على الذكر لعب من اللعابة الممتازة اللي دازو في النهضة وضحى كثير. وانا حضرت لي واحد الماتش بقى فيا بزاف كنترس كونتر ليفار قالت لي رسول الله زواني وكنتمناو ليه الشفاء العاجل وشكرا. السلام عليكم هشام زكي كاتب عام جمعية مساندي فريق النهضة الصوتية. انا جد مسرور في البيت ديال السي عبد الرحمن قنديل ومشكور هو والعائلة ديالو اللي بصراحة يعني اش غنقول اللحظة فهمتي تقشعر لها الابدان كيف كنقول هنا العائلة بلا الكرم ديالهم بلا الترحيب ديالهم حسينا براسنا حنا في عائلتنا مع عائلتنا مع والدينا ما كاينش واحد الفرق تبارك الله وهذه هي العائله الصطاتيه هما الناس داس الصطات الجود والكرام. والسي عبد الرحمن انا كنت تلميذ من التلاميذ ديالو يعني في الفئات الصغرى ولعبت معاه في المينيم لعبت في المينيم وكان هو نفس يعني كيتعامل معك حنا كيتعامل بلادو واللي كنتمنى لينا هو الصحه وطول عمره هو ولا السي عبد الرحمن الكوشي والسي ادريس بلعلي ولا جميع اللعابه اللي كاينين هنا ديال النهضه الصطاتيه واللي قدموا الكثير واللي ما خدوش حقهم لا اعلاميا ولا ماديا بصفة عامة عطاو الكثير لفريق النهضة الصطاتية عطاو ألقاب ما خدوش الحق ديالهم صراحة ما خدوش الحق ديالهم والله يطول عمرهم والله يجازيهم بخير ولهم جزيل الشكر لأنهم خلاو لنا واحد الألقاب اللي نفتخروا بهم كصطاتيين وكمغاربة بصفة عامة وتحية للجميع. مرحبا شكرا لشوف تي في شكرا لشوف تي في حتى هي على المجهودات ديالي اللي كتقوم بها السي عبد الرحيم السودي عبد يوسف وكذلك مرحبا اولا طواف مصطفى عضو الجمعيه مساند النهضه الصطاتيه ولاعب سابق بجميع الفئات العمريه ديال النهضه. اليوم كندير واحد الزياره الاب والاخ في الخصال كلها اللي هو السي عبد الرحمن قنديل اللي انا تلمت عنده في 1985 لاعب من اللعابه ديالو وكانت احسن جينيراسيون اللي دازت عند السي عبد الرحمن بامتياز كنقول امتياز ونسطر عليها. علاش؟ كانت العطاء ديالها واحد الصدى وصل عبر ربوع المملكه. هذا من جهة أخرى كنتأسف كتير وكتير بزاف الفترة اللي دوزها لا سي عبد الرحمن ولا سي بن علي ولا سي عبد الرحمن الكوشي لأن الإعلام كان منحاصر وكانت هذه القنوات الإلكترونية منعدمة بالكل باش ياخذوا حقهم. راه نشهد أمام الله أن دوز النهضة أحسن فترة في العمر. أنا بصراحة ملي كنتفكر التاريخ كنرجع الملعب البلدي ما كاينش شي فرقه كتجي وتمشي يعني كيتمتعوا حتى الجماهير لا ديال المدينه ولا المناطق المجاوره ولا حتى الفريق الضيف اللي كيجيب ضيوف باش يتمتعوا بهاد العمالقه. انا كنقولها ونقول عمالقه كره القدم ديال البطوله الوطنيه. فكنت حصر وكنت أسف
ما كانتش المنابر الاعلاميه، ما كانتش هذه المسائل، وكانت الكره ديال بصح، كانت الكره ديال بصح. دابا توفرات الظروف كلها، لا الماديه ولا وسائل الاعلام. للاسف حنا الفرقه ديالنا شويه مشات، وتنتمناو لها التوفيق. وهذا هو علاش اجتمعوا هاد الاخوان، جمعيه مساندين النهضه الرياضيه الصطاتيه، جمعوا على هذا الاساس ان نديروا من بين الاهداف ديالها، وهي الزيارات لدوك الاهرامات اللي خلاو البصمه وخلاو التاريخ، خلاو التاريخ. يعني هنا ما علينا الا نقوموا بالواجب، الواجب ديالنا هو الزيارات. التفقد ديال الاخوان واحد الوقت اللي كان باش تدوز كتبقى تشوف العاب، راه بحال كانت عندنا نشوفوا العاب، و زعما هذاك هو القدوه، هذاك هو. على كل حال تنتمنوا لشوف تي في وباقي القنوات يتابعونا في هذا، يواكبوا الزيارات ديالنا. شكرا بزاف. اللاعب سابق الفريق النهضة الرياضية الصفاقسية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر شوف تي في على هذه المبادرة اللي جات مع جمعية وانصار محبي الفريق النهضة الصفاقسية. بسمي انا كمحسن جنان ابن مدينة سطات، وعندنا كنحبوا اولا فريق نهضه الرياضيه الصطاتيه، وكنحبوا هاد الاخوان اللي دازوا في فريق نهضه الصطاتيه اللي خلاو لينا واحد التاريخ. يعني ولو ما حضرناش فيهم حنا، ملي كنرجعوا للارشيف كنلقاو هاد الاخوان اللي ضحات مع فريق نهضه الصطاتيه وخلات واحد الاسم، يعني اللي هز بمدينه سطات لحد الان. ولو فريق نهضه الصطاتيه دابا في واحد الوضعيه اللي ما راضينش بها حنايا كصطاتيين، ولكن الحمد لله فريق نهضه الصطاتيه غادي يقول واحد الكلمه ديالو من في المستقبل ان شاء الله. وكان نعاود نقول بان هاد الناس اللي فتحت لينا الباب ديال السي قنديل، ومن هذا المنبر كنتمناو ليه الشفاء العاجل، هو ولا الاخ القوشي ولا السي بن علي، هاد الناس اللي ضحاو مع فريق النهضه الصطاتيه وما خادوش الشيء الكثير ديالهم. وكنتمناو لهاد الناس، كنتمناو لهم مزيد من العطاء ان شاء الله، ونشوفوا وجوه الشفاء العاجل، ونشوفوهم ديما مع فريق النهضه الصطاتيه. حنا كيما كنحضروا كنشوفوا السي بن علي ديما واقف مع فريق النهضه الصطاتيه داخل الميدان وخارج الميدان، لا هو ولا الاخوان. وهاد الجمعيه اللي تاسست، يعني ملي تاسست هاد الجمعيه راه كان واحد الخير كثير مؤخرا في مدينه سطات للفريق النهضه الصطاتيه. في هاد المقابله الاخ اللي تجراو مؤخرا كانوا فيهم انتصارات، وكانوا الاخوان حاضرين في جميع المقابلات. وكنتمنى يزيدوا ناس اخرين اللي عندهم حب ديال هاد مدينه سطات وديال فريق النهضه الصطاتيه، ويساندوا فريق النهضه الصطاتيه، ويساندوا الاخوان، ويساندوا هاد الناس اللي دازت وعطات الشيء الكثير لمدينه سطات. وشكرا للاخوان. تبارك الله الاخوان. شكرا على التواصل والتفاعل، والى اللقاء. تفضل تفضل. ضروري الزوجه ديال تفضل. الناس.